يعني حقيقة يأتي طرح هذا المشروع الآن في وقت أصلاً يعني ذكرى بما يسمى باتفاقية وادي عربة. هذا الرد الصهيوني على هذه الاتفاقية في هذه الذكرى الأليمة، حقيقة نحن كشعب أردني لا نعترف بها أبداً، وهذا يعني يؤكد لنا بأن فعلاً هذا العدو الصهيوني هو عدونا الأول الذي يجب أن نواجهه، وبإذن الله لن أبداً يكون بيننا وبينه تطبيع، بل بإذن الله هي العداوة إلى أن يفصل الله بيننا يوم القيامة إن شاء الله. ما بحق له، احنا احق بالوصايا كأردن، احق مرفوض بتاتا بتاتا. نعم، لانه هاي في بالاتفاقية اصلا اللي اتفاقيات اوسلو والاتفاقيات اظن وادي عربة كمان، انه الوصاية للمملكة الاردنية الهاشمية. هذا توقع من إسرائيل أنه تين المسجد الأقصى، وإحنا ما بنقبل بهذا الإشي لأنه الأردن وفلسطين دائما متكاتفين مع بعض وهم شعب واحد. العدو الصهيوني ليس له أساس على الأرض أصلا، وهو يحاول أن يناقش هاي الأشياء حتى يثبت أن له وجود بالنسبة للمسلمين في جميع أنحاء العالم. دولة إسرائيل ليس لها وجود في أرض الواقع، هم يحاولون أن يناقشوا هاي الأشياء حتى يكونوا ندا للمسلمين. إن شاء الله المسلمين المرابطين حول المسجد الأقصى سيكونون إن شاء الله حجر عثرة في طريقهم أينما حلوا وأينما كانوا. الأقصى للمسلمين وليس لشخص واحد، إن شاء الله دائما إنه الأقصى بكون في قلوب المسلمين وفي أعينهم إن شاء الله، أسأل الله أنه دائما يكون. طبعا السيادة يجب أن تبقى للسيادة الأردنية على المقدسات الإسلامية في إسرائيل، لأنه طول عمرها السيادة الأردنية هي الأول والأخير على المقدسات الإسلامية في إسرائيل في فلسطين، وهي دائما الأبو الحاني، الأبو الذي يرعى المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في فلسطين. ما حدا بيقدر يسحب هاي القضية لأنها قرار من الأمم المتحدة موقع عليه الكل، فما حدا بيقدر يمنعنا أو حدا يقدر يسحب هاي القضية. والله أول شيء شعبنا الأردني شعب شهم، شعب غيور، الأقصى بتخص العرب كلهم خصوصا الشعب الأردني والشعب الفلسطيني الشقيق. طبعا هذا متوقع، يعني هدف إسرائيل أصلا من تأسيسها، من ما تأسست الحركة الصهيونية سنة 1890 هدفها تهويد القدس، وهذا ما قاله تيودور هيرتسل، قال إذا استولينا على القدس في يوم من الأيام ولم وكنت ما أزال على قيد الحياة يعني أمسح كل شيء عربي أو غير يهودي فيها. يعني هذا حلم إسرائيلي قديم، ولكن إن شاء الله ما بيستطيعوا يحققوه، لأن الوصاية الأردنية الهاشمية على الأقصى وصاية شرعية اكتسبها الأردن بشرعيته من أيام الثورة العربية الجهورة، ولكن لن يستطيعوا إن شاء الله، وإن شاء الله بيفشلوا بمسعاهم. إنه هذه وصمة عار تعتبر في كل مسلم في الدول العربية، وأنا بتأمل من رؤساء الدول العربية مثل ما وقفوا ضد أي دولة بالعالم العربي إنه يوقفوا بالعالم العربي في ضد هاي الإسرائيلية، لأنه هاي هجمة يهودية مش بس على العالم العربي لكن على الدول الإسلامية، وهي هن بخصوا الدول الإسلامية، هن يعني هي حق لكل مسلم أنه يوقف هاي الوقفة.